المجتمع الوطني اليوم تتأخذ عليه أن السياسات العمومية، هذا ليس كلامي، ليس كلامي وكلام إخوة وكلام المجتمع الصغير، هذا كلام مجتمع وطني اليوم تتأخذ على السياسات العمومية أنها تلخص الشأن الثقافي في التظاهرات الفنية وفي المهرجانات. هذا كلام اليوم خبراء قيموا الوضع وتأخذت مؤخرا على السياسة العمومية على المشرع المغربي أنه كيخص الثقافي في التظاهرات الفنية. كما قلت نحن لسنا ضد التظاهرات الفنية والمهرجانات التي تكسب واحد الصورة واحد الصيت دولي سياحي، نحن لسنا ضد، نحن مع ونتمن ونشد على أيادي جميع الجمعيات وجميع المكونات الذي يشتغلون نحترمه الاستعمار لست باش ما سميتو نحن معاه غير انما نحن اليوم نحتاج الاشتغال على الثقافه الفكريه، الثقافه الفكريه اليوم الخصاص فيها بزاف 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 بزاف. انا ما هضرتش في الحوار انه مشى وهرب بزاف في الجانب الفني، وخصنا انا جعلنا لسان مجموعه الاخوه انه تهضروا على الشان الثقافي تهضروا على الشان الفني. ما هضرت كان هذا الحوار خذا هذا المجرى هذا. اليوم الشان الثقافي لا يقتصر على الشان الفني، اليوم خصنا مبادرات فكريه خصوصا في مدينه الصويره تفتقر بزاف لهذا المجال هذا، خصوصا ان مدينه الصويره فقيره من بخصوص الثقافه الفكريه. ما عندناش الجامعات وكذا 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 باش ما نتشعبوش في الموضوع باش ما نغوصوش بزاف ونمشيو مع الحوار. نجي للمقترح، اسمح لي السي حازم الله طولت، هناك الكثير ما يقال في هذا المجال. انا ما هضرت سميتو اشتغلنا على المبادرات الثقافيه الفكريه بزاف، كان بينها مبادرات القراءة، كان بينها مبادرات القراءة في ثلاثة النسخ، ناس مصر ثقافة القراءة، اليوم احتاجنا لمشروع ثقافة حوار، ثقافة نشجعوا الشباب أنهم يصيغوا أفكارهم، أنهم يتكلموا، أنهم يتحدثوا، أنهم يعبروا على واقعهم، الشباب يشاركوهم في الرأي العام، يعرفوا واش كاين، يعرفوا واش كيدور، يعرفوا المكونات والخصائص تاع الحوايج اللي كيسيروا اليوم موجودة وواقعنا. اولا هاد باش نرجع للمقترح، مبادره القراءة عرفت ثلاثه النسخ، حاولنا جاهدين، حبسناها متعمدا، دفعنا لاننا حاولنا نطوروا من العمل ومن المشروع، صغنا مشروع متكامل. اليوم هو في الرفوف. لا انا كنشر ثقافة القراءة. لا 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 مبادرة القراءة احنا عطينا شقين، الشق ان نشجع على ثقافة الكتاب وثقافة القراءة ونتصالح مع الكتاب اليوم، والشق الثاني اننا نشجعوا على ثقافة الحوار وثقافة تبادل التجارب بعضنا البعض، ومحاولة تشجيع الشباب انه يصيغ افكاره وانه يعبر على واقعه اليوم. احنا محتاجين ان الشباب يعبر ويهضر ويتكلم ويصيغ افكار باش نقدروا نلقاو حلول، لان بدون حوار وبدون نقاش وبدون صياغه الافكار ما غاديش نوصلوا للحلول وما غاديش نوصلوا للاهداف اللي مرجوه. باش نجي لمقترح، مبادره تقرا ختمناها ومعاود ما بقيناش تعمدنا ما بقيش نديروها في النسخه الثالثه، عرفت الختام بواحد الجوله. اليوم مبادره تقرا صغنا مشروع متكامل اللي وضعنا فيه مجموعه تاع الشركاء على المستوى المحلي والمستوى الوطني وحتى المستوى الدولي. مبادره تقرا اليوم كاينه في رفوف وزاره الثقافه في الرباط، كاين مشروعنا في وزاره الثقافه في الرباط. عندنا مقترح اخر انه تكون مكتبه شاطئيه، كاينه مكتبه شاطئيه بين قوسين ليست مكتبه شاطئيه، كاينه اليوم بين مكتبه شاطئيه كتنزل. علاش كينزلوا لي دوك الترونزات وسميتو كل ما هو توفر الراحه الجسديه للسائح، بين عطوا واحد الصيد فكري وراحه فكريه للسائح فاش كيجي كيلقى مكتبه شاطئيه وسط الرمال. هذا مشروع كنطلق في تونس وعرف صيد دولي، اليوم كيتشهروا به وكيذكروا به وكتذكروا به تونس، بين مكتبه شاطئيه تكون وسط الرمال، وسط الرمال بين هي كتشكل كتهز كيتشهر الصيد كتحيد على شكل باخره على شكل قافله شي حاجه معبره. هذا مشروع اللي هو حاطينو انها تكون مكتبه شاطئيه تضم هنا. غادي نرجعوا للتقائيه في هذا المجال، الذكور كاملين
غادي تضم بجميع تضم جميع المجالات التعريفيه بالصويره وجميع خصائص الصويره الثقافيه الاقتصاديه الجغرافيه يكونوا للفنيه كذلك يكونوا كتب استعماره عنده مؤلفات لغادي جديه تعطينا واحد النبذه على الحضره وعلى المهرجان ديالها ومن جات الفكره يكونوا مؤلفات في هذيك الفروف هذيك المكتبه الفكريه لا الثقافيه لا الفنيه تعرف بصويره زائد ما يكتفوش بهذا القدر زائد يكونوا لقاءات يوميه في وسط في الفضاء المحيط بهذيك المكتبه اللي ممكن كل سيمانه نديروا جمعيه تعطينا واحد واحد النشاط او واحد المساله معينه اللي تشتغل عليها ولا في المجال ديالها لا في البيئي لا في الثقافي ما يكونش حاصل تعطينا واحد النشاط في كل اسبوع يكونوا التوقيع تاع كتب يكونوا نقاشات فكريه اليوم عندنا الشباب مواهب صويريه ما كيشتغلش الصويره كيشتغل على المستوى الوطني كيشتغل على المستوى الدولي محتاجين انا نعرف ما كنعرفهمش هنا وتعرفهم الناس في على برا ما كنعرفهمش حنا ولاد البلاد ولكن كيمشيو لبلايص اخرين تلقاو تقدير وتلقاو تعريف بالمجهودات ديالهم حنا بينا اليوم ولا نجيبوا هذوك الشباب من هما اللي يقدروا يشتغلوا الا كان مقترح في هذيك المكتبه الشاطئيه كل خطره نديروا حاجه في وسط هذه مبادره تستحق حقيقه التشجيع.